الشيء على الزهر عندي اليوم لقيت جوج اليوم غير في الجدال. حاجة اسم ديالك الحاج؟ حاجة فضيلة. الحاجة فضيلة اسم عائلي؟ زناتي. الحاجة فضيلة الزنات وانت الحاج؟ حاجة زهور. حاجة زهور كومو؟ كومو كومو لنو فامي اسم عائلي ناصيري. ناصيري الحاجة دابا حنا جينا عندكم ما عرفتوش علاش باقي ما عرفتوش هو انتوما دابا من دخلنا لقيناكم دايرين ميدي ان تي في ربحتوا معنا عمرة. دابا انتوما جوج ما تخاصموا ما تضاربوا شكون اللي غتمشي؟ شكون اللي غتجري؟ شكون الحاجه ولا انت؟ لا ما هو صافي يلا فحالنا خو كامل حمزه خويا تستاهل كل خير في الحقيقه نعطيك انا عيني نعطيهم ليكم انا راه تنموت على الناس ولكن خاصني نمشي واحد الله يطول عمرك غتمشي الحاجه غتمشي الحاجه حاجه هنيئا لك ومبروك لك ان شاء الله الشيخ لا تلا مسكينه بلاصه الله يجازيك بخير حزه فضيله واش تزغريت انتوما كتفرجوا شي تزغريت ايوا الشي الحمد لله الله يشوف الحاجه هاكي هاي هذه من ميدي ان تي في من ميدي ان تي في صحه ايوا الحمد لله شافونا وطلبوا بنا نجي عندهم وحنا الحمد لله جينا عندكم حتى المكتبه ليها وهذه المسابقه هذه بالمكتب ما كنقدروا حنا نديروا والو راه عفيف الله يديك ويجيبك على خير والله يخلينا الناس بحالكم ودعوا معنا العواشر هذه ما تنساوناش بالدعاء وهاد العائله واخا دخلنا عندها مساكن عندهم جنازه ديال شي واحد ولدك ولدها مسكين الله يرحمه الحاجه وهذه الحمد لله فرصه باش تدعي مع شعلة ديال مقدسه الله يرحمه المغفرة الله يرحمه بيدي الله يرضي عليه الله يرضي عليه ويسهل عليكم انتم ويفتح عليكم والحمد لله جات فرصة مزيانة عمرة باش تشد ان شاء الله ديري لي عمرة ودعي معاه جمرة تما في الحج الحمد لله الله يتقبل الله يتقبل والله ينورك وسمحوا لنا زعجناكم الله يعاونك الحاج امشي امشي الله يحفظك الله يحفظك خديجة نعطيكم الخط شكرا لتتبعكم ديالنا وادوما ان شاء الله فاس عاوتاني شكرا شكرا حمزة